السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى في الفيديو رقم 3 من تصحيح هذا الاختبار الكتابي في مادة الرياضيات. إذا الآن سوف نقوم بالإجابة عن سؤال 1 من 8 3، والمطلوب فيه هو انشر وبسط. انشر وبسط يعني نوزع الضرب على الجمع أو الضرب على الطرح. هذا الدرس قرأناه في الأعداد العشرية. إذا كيفاش كنحسبوا هذا العملية هذه؟ هنا لدينا 4 في بين قوسين x زائد 5، نوزع 4 على x هو 5، إذا تصبح 4 في x زائد 4 في 5، إذا 4 في x زائد 4 في 5، ياك؟ وهنا 3 في 2 x ناقص 3 في 2، ثم نحسب ما يمكنه حسابه. 4 في x هي 4 x، 4 في 5 هي 20، 3 في 2 x هي 6 x، 3 في 2 هي 6. ثم لكي نبسط قمنا بالنشر الآن ثم نبسط، نحسب ما يمكن حسابه. 4 x زائد 6 x من نفس النوع x x، يمكن حسابها. 4 x زائد 6 x هي 10 x، 4 x زائد 6 x شحال يبقى؟ 10 x كمنطقي. ثم 20 مع ناقص 6 يمكن حسابها، 20 ناقص 6 هي 14. إذا قمنا بالنشر والتبسيط، ولكن لا يمكن حساب هذا العدد مع هذا العدد. لماذا؟ لأنه 10 إكس و 14 في واحد، ليس من نفس النوع، ليس من نفس النوع. واحد الملاحظة، لاحظت واحد الخطأ داروه بعض التلاميذ، 214 زائد 10 إكس، خطأ فادح. ما عندكش الحق تحسب 14 مع 10، ما عندكش الحق، حيت انا 10 في اكس الضرب هو الاول، ومادام ما تقدرش دير الضرب 10 اكس، اكس ما معروفش، اذا ما عندكش الحق ديال الجمع. وهذا وهذا ليس من نفس النوع، هنا 10 اكس وهذا 14 في واحد، واحد و اكس ماشي من نفس النوع، اذا ما يمكنش تحسب هذه المجموعه، ما يمكنش، اتفقي؟ ما يمكنش تحسب هذه المجموعه، واضح؟ الوغ العمليه او المطلوب هنا هو التعميل، عمل مالي. إذن لكي نعمل العكس ديال النشر، نبحث عن عدد مشترك بين هذين العددين. إذن هنا 5 وهنا 10، يمكن أن نستخرج منها 5، 2 في 5، إذن هنا 5 في إكس مربع هي إكس في إكس، إكس في إكس ناقص، هنا 10 قلنا يمكن أن نقوم بكتابتها كما هي، 2 في 5 في إكس. 2 في 5 هي 10، إكس هي، متفقين؟ إذا ما هي الأعداد المشتركة هنا وهنا؟ 5 مشتركة، إكس مشتركة، نكتب العدد المشترك مرة واحدة، 5 إكس 5 إكس، ثم نفتح القوس ونكتب ما تبقى، هنا بقيت لدينا إكس، وهنا بقيت لدينا 2 مع وضع هذه الإشارة، ناقصين، واضح؟ كنكتبوا لي مشترك 5 إكس 5 إكس. مشتركة كنكتبها، كنشوف شنو بقى لي هنا، بقى لي إكس كنكتبو ناقص زوج، صافي. هانت هنا نشط غادي نولي هنا، 5 إكس في إكس هي 5 إكس مربع، 5 إكس في ناقص 2 هي ناقص 10 إكس، متفقين؟ إذا هذه عملية تعميل، كتسمى التعميل، نحول مجموعة أو طرح إلى جداء، كتسمى عملية تعميل. إذا سالينا هذا الاختبار الكتابي، تابعونا في القناة، ضغطوا على زر سبسكرايب، ثم الإعجاب بفيديوهاتنا. باش نستمر، لان كل ما لقينا ان هذه الفيديوهات لقات اقبال ولقات اعجاب التلاميذ وكيستافدوا منها الناس، غنستمروا، لان بعض المستويات كنوقفوهم. علاش؟ لان ما كاينش اقبال عليهم كنوقفوهم، لان كيكون عدد قليل اللي كيدخلوا الفيديوهات، وكذلك ما كاينش اعجاب، يعني ربما الطريقه جاتهم صعيبه كنوقفوا. اذا حنا كنبغيو نديروا واحد العمل اللي كيلقى اقبال وكيستافدوا منه الناس باش ما نضيعوش الوقت. اذا نتمنى لكم التوفيق والله عاوننا معكم.